حلقة الحذرة مشاهدينا الأعزاء لتختطف أول أشواط الصباح هنا على أرضية ميدان الشحانية ولتعلن بأن هذا الشعار حاضر للمنافسات في هذا اليوم. يا سلام الشعار العنابي الكبير يبدع ويمتع في صباح هذا اليوم مع 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 أيضا الحذرة. يا سلام بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ويقدم الجوري أيضا على المركز الثاني. وسلام يا الحذرة سلام سلام يا الحذرة سلام تهانينا والناموس لأجل الشحانية ولمحبين هذا الشعار. وسلام يا الحذرة سلام تختطف المركز الأول والثاني والثالث أيضا لأجل الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثاني وصلت فيه الجوري من أجل الشحانية المركز. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وهذا مغادر على المركز الثاني على المركز الثاني على المركز الثاني ولكن المقدمة 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 مع ملفت 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 بكل ثقة يقوده العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقوده إلى خط النهاية ويقود صاحب المركز الثاني مو واضح رقمه لكن شعار هجن الشحانية مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وهذا هو ملفت 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 ينطلق ينطلق محلقا في الشوط الرئيسي الاول معلنا فوز هجن الشحانية للمرة الثانية في الشوط الرئيسي في شوطين رئيسيين متتاليين. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز ملفت بالمركز الاول والمركز الثاني ايضا شعار هجن الشحانية. هنا ايضا ياتي العملاق ياتي العملاق ومدهش المضمرين الخمس مية متر الاخيرة جولة الاوامر النهائية جولة الاوامر النهائية. الله 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 حرك روح يلي يبى الصدارة يلي يبى الفوز والانتصار. ما زالت هجن الشحانية مسيطرة على ثلاثة اشواط متتالية بقيادة عملاق المضمرين سلطان بن محمد سالم الوهيبي. الله 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 الابرق 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 الابرقة هي على الصدارة الابرقة هي على المركز الاول محاولات الشامخة ولكن تهانينا والناموس دون يا موقع الابرقة الابرقة هي ما فازت في هذا الشوط. تهانينا لهجن الشحانية والتهانية للسلطان بن محمد سالم الوهيبي. المركز الثاني وصلت الشامخة لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن قاسم بن فيصل الثاني سالم. الصقر مع المركز الاول الصقر مع مقدمة هذا الشوط. يا سلام انه صقر جارح هذا هو الصقر مشاهدين الكرام صقر صقر يحتل المركز الاول الصقر يحتل الصدارة مشاهدين ومتابعين الكرام. ينجح الصقر في اصطياد الناموس واستياطي واستيادي هذه النقطة الرابعة على التوالي. نعم انه الصقر انه الصقر مشاهدين ومتابعين الافاضل يحسم يحسم هذا الشوط من صالحه. وسلام سلام من ميدان الشحانية الى هجن الشحانية على هذا الناموس المستحق. وسلام يا العملاق سلام. اذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام لحظة وصول الصقر الى خط النهاية والنقطة الرابعة على التوالي المركز الثاني يصل فيه الحاكم لهجن الشحانية. محمد بن راشد المكتوم المضمر سعيد بن راشد بن غدير من يقدم لنا تحية مع المركز الثاني ولكن ما زالت ابداع تصر وتنطلق مع الصدارة وتستعرض لنا هذه الانطلاقة المميزة مع المركز الاول. تحية وابداع ابداع وتحية ولكن من هي المبدعة بهذه الانطلاقة وبهذه المسيرة الحافلة بالانجازات. ما زالت ابداع مع الصدارة ما زالت مع المقدمة ولكن تحية بدأت تنطلق تحية مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب والصدارة والمقدمة والنقطة الخامسة مع شعار هجر الشحانية ومع المضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي المركز الثاني كان الوهيبي.
وهيبي وتتواصل هذه الشحانية بحصد النقاط والفوز والناموس، ولكن بقيادة سالم بن فاران في هذا الشوط. هذا هو مسعيد يقدمه الذهبي، يضمره الذهبي، يتابعه الذهبي، أحد الخبراء في هذا المجال. وسلام يا هجن الشحانية، سلام سلام يا هجن الشحانية، سلام. هذا هو مشاهدينا الأعزاء، مسعيد يقدم هذا العرض الممتاز في هذا الشوط ليختطف المركز الأول وناموس الشوط والتهاني، ويواصل أيضا مسيرة هذا الشعار المميزة والموفقة بإذن الله. يا سلام، تهانينا لهجن الشحانية على فوز مسعيد واختطافه لناموس الشوط وأيضا للمركز الأول. التهانينا أيضا لسالم بن فاران المركز الثاني. مسعف من هجن الشحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي المركز الثالث. على المركز الثالث باسم شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهذه نسايم نسايم وعودة إلى الوارية. خلونا مع الوارية، الوارية قامت راس، قامت راس وبتنهي الشوط راس عند لوحة الـ300 متر الأخيرة. وهني أولا هجن الشحانية على فوز الوارية بالمركز الأول، ومن احتلت المركز الأول وفازت بهذا الشوط السابع الخاص باللقايا في أشواطنا المفتوحة. تهنئة للذهبي سالم بن فاران المري، من قادها بكل ثقة إلى خط النهاية. تهانينا تهانينا لهجن الشحانية ولسالم بن فاران المري. المركز الثاني نسايم. هذا الاندفاع العديم ينطلق بالصدارة بعد المسافة. تهانينا تهانينا لهجن الشحانية، والتهاني للسلطان بن محمد الوهيبي، والنقطة الثامنة لهذا الشعار في هذا الصباح الجميل. والنقطة النقطة النقطة السادسة للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي. سمو سلام هجن الشحانية مع الأداء المتميز اللي قدم العديم، وهو ينفرد ينفرد بناموس هذا الشوط. تهانينا لهجن الشحانية والتهاني للسلطان بن محمد الوهيبي. هذه لحظات وصول العديم الى خط النهاية. تهاني لهجن الشحانية المركز الثاني. التيار من هجن الشحانية المركز الثالث. يا سلفية الريان من هجن الشحانية المركز الرابع. والعملاق وصلت في هذه اللحظات القادمة. الله الله العدلة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم بن فيصل الهاني سالم بن عامر المدهوشي. وصل في الأمتار المجنونة ليقدم هذا الاسم، ولكن هنا ملاد على صدارة، ملاد على المركز الأول. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز والانتصار. يا سلام يا سلام، هنا ملاذ وبصيحة على مقدمة هذا الشوط، الفوز والانتصار في خلال هذا ايضا الشوط التاسع. اذا النقطة التاسعة مع الشعار الادعم، شعار هجن الشحانية. هنا ملاذ الوهيبي يقدم ملاذ سلطان بن محمد سالم الوهيبي. اشكرك اشكرك على هذا الاداء الجميل. المركة الثانية بصيحة من هجن الشحانية. المركة الثالثة وصلت هناك العدل لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم بن فيصل الثاني. المري مقدما لانطلاقة بليان، ولكن المركز الثاني وصل اسحاق بشعار هجن الشحانية. المشاقب بدا يشاقب محمد بن خالد العطية، ولكن اعود مع الصدارة، اعود الى بليان، اعود الى بليان. من يتواجد على الصدارة، من ينطلق مع القيادة وينفرد بناموس هذا الشوط وهو المتوج بهذه الانطلاقة، يقترب من خط النهاية. وخط النهاية يقف احتراما وحبا وتقديرا لانطلاقة بليهان، من حاز على ناموس هذا الشوط. نهني هجن الشحانية والثاني المضمر سالم بن فاران المري. ثاني المراكز كان التواجد من سالم هجن الشحانية، المركز الثالث كان الوصول من قبل.
الرابع مزون لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. شوفوا مزون، مزون الخيل، مزون الناموس. يا سلام يا سلام، هذه مزون مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه مزون مشاهدينا ومتابعينا الافاضل تحصد النقطة 11 لهذا الشعار. يا سلام يا سلام، الله الشعار العنابي هنا مشاهدينا الافاضل يحضر هنا بقوة في هذه الفترة الصباحية وفي هذا المهرجان، ما شاء الله تبارك الله. نعم هذه مزون الخير تحل هنا وتحتل المركز الاول وتسيطر على هذا الناموس. تهانينا وناموس لهجن الشحانية المركز الثاني، وصلت فيه افال لهجن الشحانية المركز الثالث. المري سلام، الموقف خطير، الكوكبه زرافيه، الصراع ما بين الطاير وما بين شاهين وما بين الفارس، ولكن الطاير بدا يتسلل بفارق راس. طار الطاير بناموسي هذا الشوط. شاهين يحاول محاولات جديه لانتزاع الصداره. يا سلام، التحدي ما بين شاهين، ولكن الطاير طار بناموسي هذا الشوط. اندفع بالصدارة. تهانينا للمرة الثانية عشر في هذا الصباح مع هذا الشعار العنابي. تهانينا لهجن الشحانية، والتهاني لسلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثاني شاهين، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث الفارس من هجن. السلام، وجرى السيل مع الوديان، انطلقت الى المركز الاول والى المعالي والى الفوز مع المضمر العملاق سلطان محمد بن سالم الوهيبي، المضمر المميز والمبدع. يا سلام، المبدع مع هذا الشعار، الشعار المميز والشعار الادعم، شعار هجن الشحانية يسيطر ويحتكر اشواط الصباح في هذا اليوم. اول اشواط اصحاب السمو والشيوخ والمعالي يحتكر هذا الشعار ليثبت بانه مستعد في هذا الموسم، خير استعداد لخوض غمار المنافسات الموسمية الداخلية والخارجية. وسلام يا وديان سلام، تهانينا وناموس لهجن الشحانية وللمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني. لكل العالم تنقل هذا التحذير المبكر من هذا الشعار العملاق، شعار هجن الشحانية. اذا تحذير مبكر مع هذا الشعار العملاق الذي بدأ بالحذرة، وهنا مع تحذير والاشواط كلها مع هذا الشعار اليوم. 14 شوطا حقق مع هذه، تحذير على المركز الاول، وبالفعل 14 شوطا حققت مع 14 نقطة مع شعار هجن الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية اولا، وفوز تحذير بالمركز الاول. تهنئة للوهيبي سلطان. المركز الثاني، تغيير على المركز الثاني لهجن الشحانية. الأخيرة وال500 متر الأخيرة تأتي هنا بشعار هجن الشحانية. الذهبي سالم بفاران المري بدأ يتجه بالاتجاه الصحيح والاندفاع المباشر نحو خط النهاية مع هذه أيضا الانطلاقة الجميلة بدون أي منافس. تهانينا والناموس للشعار الأدعم، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز والانتصار، والتحية أيضا لسالم بن فاران المري. شكرا يا أبو جابر على هذا العرض الرائع والجميل من خلال ايضا هنا الذخيرة وايضا هنا المتحدة. يا سلام على هذا الفوز والانتصار. هذه هي لحظات الوصول مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. المركز الثاني وصلت المتحدة على ثاني المراكز من هجن الشحانية، والمركز الثالث غزل.
الهامة تعود الملكية لجهة الشحانية المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، ولكن الخزعلية هي الوهيبي وصلت الخزعلية مع المركز الثاني بشعار هجة الشحانية المضمر محمد بن خالد العضية. المركز الثالث تواجد بطيحة تعود الملكية لهجة زعبيل مع المضمر راشد بن محمد بن مروشد، وأعود مع الصدارة مع تواجد نجدة على المركز الأول على أول المراكز تنطلق وتقترب من ناموس هذا الشوط. إذا نهني هجة الشحانية والثاني المضمر سلطان بن محمد الوهيبي على حصول نجدة على المركز الأول. ثاني المراكز الخزعلية هجة الشحانية المركز الثالث، مطيحة لهجة الزعبية المركز الرابع. كانت تواجد هذه هي النتيجة، ولكن المقدمة ايضا هنا سيطرة وهتان على الصدارة، هتان اللي بدأت تغير المركز الاول الذهبي. سالم بفاران المري يقدم هذا الاسم وينطلق على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام على هذا الاندفاع، هناك سيطرة ولكن تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز، على هذا التألق، على هذه النجومية الكبيرة. تهانينا والناموس. شكرا يا ابو جابر الذهبي سالم فاران المري من يقدم هتان في هذا الشوط، وفازت ايضا هتان في الميدان. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل الذكر اسمه الشيخ سيبة خليفة بن سيف الهيان. المركز الثالث كانت هناك سيطرة لهجن الشحانية. خالد العطية يشاغب في هذا الشوط مع شديدة التي تنتزع حتى هذه اللحظة نقطة الشوط. إن لم يكن لروعة رأي آخر، إن لم يكن لروعة ولشجرة أو الشحانية رأي آخر، لكن شديدة يا أبو خالد، شديدة. وقلت لكم روعة خطيرة، والشحانية أخطر من روعة، وروعة خطيرة بالفعل تنتزع نقطة هذا الشوط لهجن الشحانية عن سلطان الوهيبي. المركز الثاني الشحانية. مع المركز الاول مياسة مع شوط الختام مشاهدينا ومتابعينا الافاضل مع شعار هجن زعبيل في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق المميز. هذه مياسة مشاهدينا الافاضل تحسم شوط الختام في هذه اللحظات وفي هذه الاثناء وفي هذه الانطلاقة. اذا مياسة مشاهدينا ومتابعينا الكرام نزف الثانية من هذا المكان الى مالك هجن زعبيل ومياسة من فازت معنا بهذا الشوط، وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد مضمر مياسة من فازت معنا بهذا الشوط. هذه لحظة وصولها الى خط النهاية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت صعايب لهجن الشحانية. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث.